السلام عليكم متتبعات الكرام، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نوريكم طريقه سحريه لتنظيف الاواني، تنظيف المعينات اليوميه اللي كنستعملوها في المطابخ ديالنا، باش نرجع المعينات ديالنا بحال الى جداد. تيشعلوا زي المعه كيف كتشوفوا، نطفوهم بطريقه سهله بدون مجهود، بدون يعني بلا ما نضيعوا عليهم كثرت بزاف ديال الوقت. نطفوهم طريقة سهلة بدون مجهود. غنوريكم وصفة سحرية غنطبقوها على المعينات ديالنا، نخليوها واحد شوية ومن بعد نحكمهم غير حكة خفيفة ويخرجوا كيشعلوا تيلمعوا كيف كتشوفوا. السيدة اللي جات عندي وحكت لي المعينات، الله يعمرها دار، هي اللي وراتني هذه الطريقة هذه، وغتصوبها معاكم. شفتها بغات تصوب، قالت لي غنصوب وصفة زوينة، قلت ليها اجي نصوروها نشاركوها مع المتتبعات باش يعني تعم الفائدة. طريقة صراحة سحرية كيف كتشوفوا، خرجت المعينات ديالنا كيشعلوا كيلمعوا. ها انتم كيف كتشوفوا المعينات ديال الاينوكس وديال الفضيه وكذلك ديال الالومنيوم، جميع المعينات كما يبغى يكون النوع ديالهم، واخا يكونوا موسخين بزاف، واخا يكونوا المعينات ديال القلي ديال القوام ديال الطياب البراد اي حاجه، تخليو المعينات ديالكم نقي نقي تيشعلوا بحال المقله هذه كيف كتشوفوا، كانت موسخه بزاف ودابا رجعناها بحال الى بعقه جديده. المهم كما كانوا المعينات ديالكم غيرجعوا كيشعلوا كيلمعوا، غير يعني بهذه الوصفه هذه بدون مجهود، بلا ما تضيعوا كثرت وقت في الحكام وكثرت المساحيق كثرت المواد ديال التنظيف. هذه الوصفه هذه ما فيهاش مكونات كثيره وما فيهاش يعني مواد كيماويه، فيها مواد طبيعيه 100%. بقاو معنا فيديو باش ان شاء الله تكتشفوا هذه الوصفه هذه اللي فعلا سحريه، ويلا اكتشفتها وغنشاركها معكم، نتمنى ان شاء الله تعم الفائده الجميع. انتم كيف كتشوفوا متتبعات الكرام، كيف كتشوفوا حنا درنا الخلطه، السيده عجنت الخلطه. صراحه ما فيناش لكم ولا فيديو من الاول لحقاش ما كناش معولين. المهم شفتها كتصوب في وصفه، قلت لها بلاتي نصورها ونشاركها مع المتتبعات باش تعم الفائده الجميع. المهم هي درت هنايا الصبوره ديال الكف، حكتها في الحكاكه الغليظه ودرت لها الماء طايب وخلطتها مزيان بالخلاط اليدوي، وضفت عليها خنشه ديال خميره ديال العجين الحبيبات وكاس ديال الصابون اوني، وعجنتها مزيان خلطتها مع الماء طايب حتى رجعت على شكل كريمه. انتم كيف كتشوفوا، من بعد دهنت بها المعينات بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا، دهنت بها كاع المعينات اللي غادي نحكوهم. تحاولي تدهني بزاف مزيان المعينات، المهم باش يدخلهم الصابون. الى عندكم معينات كثار غادي تضعفوا الكميه هذه بهذه الطريقه هذه. عفوا نسيت ما قلت لكم، خلط الخليط هذا حتى خمر واحد الساعه ديال المكانه عاد طبقته على المعينات. هانتوما كيف تشوفون بعد ما دهنت كاع المعينات عمرتهم في البانيو وخلاتهم باش يترقدوا، عاد ان شاء الله تحكمكم كما الى خليتوهم كثر راه مزيان، يعني كما خليتوهم كثر يترقدوا كثر غادي يسهل الحكام ديالهم وغادي يتبقاو مزيان. يعني من الاحسن مثلا نديرو هاد العمليه هذه في العشيه والغد اللي نحكوهم، داكشي اللي درنا انا ويا انا وهاد المراه هذه. يعني دهنا كاع المعينات اللي عندنا ودارتهم في البانيو وحتى الغد ليه، هانتوما كيف كتشوفوا حتى البوطه حتى هي دهنتها بهاد الخليط. عاد حكينا كلشي، عاد حكات كلشي، هي اللي تكلفات صراحه، دهنت ليا كلشي داكشي اللي غنحكوه. ومن بعد غطت ليه، جات عندي في العشيه غطت ليه نط في الصباح، حكات جميع المعينات. هانتوما من بعد ما حكاتهم كيف تشوفوا اللي حكاتو كتشلو تنشفو وديرو في بانيو اخرى. هانتوما كيفاش طلعوا المعينات كيشعلو، وكذلك الفران صراحه تمسح ليا الفيديو ديال الفران صورتو من بعد ما تنطفاتو طلع تيشعل بحال الا الله شريناه. وهادو باقي مازال ما حكاتهم، المهم حكات واحد البانيو وبقات ليها واحد البانيو اخرى. هانتوما كيف شفتو معينات تنضاف تيشعلو نقيين بحال الا الله شريناهم، يعني وصفه سحريه فعلا. وهاد الوصفه هادي راه مزيانه كذلك الحيوطه ديال الكوزينه بحال البلاصه اللي تن يعني الحيطة ديال الكوزينة كاملة، البلاصة خصوصا البلاصة اللي تنحطو فيها البوطة اللي حدا البوطة اللي تيطلعو معاها البخار ديال الطياب واللي كتكون من الدماء فيها بزاف ديال الدهون والأوساخ، هاديك البلاصة نهنا بهاد الخليط هذا ونخليها واحد المدة ومن بعد نحكوها. من الأحسن نخليوها
شي تلسعو اكثر باش ترقد مزيان، ومن بعد نحكوها حكه خفيفه وغادي تطلع ان شاء الله نقيه وكتشعلو. كي هاد النصا ديال تزول الدهون يعني في اقل من وقت ممكن وباقل مجهود. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم وتعم الفائده للجميع. درنا لكم فيديو خفيف ظريف غير باش تاخذوا فكره وتستفدوا من هذه الوصفه هذه اللي هي صراحه عجبتني. كنتمنى تعجبكم حتى نتوما. الى عجبكم الفيديو كنتمنى ان شاء الله تدعموه باللايك وتبارطاجوه مع عائلتكم وصديقاتكم. والسلام عليكم حتى المره اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.